طالب عليكم، معكم عصام. انا جيت في اليوتيوب على الحصه، نعرف فيها هنا اليوتيوب ولا كنت تحبوهم انتوما، وكنت بروبوزيتو عليا تكون معايا ريم. تفضلوا القناه ديالي باش تشوفوا الحلقات كيفاش جات وتعرفوا معلومات على ريم. ما تنساوش تبقاو في البرنامج تاعي مع عصام. يعطيك الصحه ريم. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. اليوم انا راه عندي نهار سبيسيال، لان راح عندي مقابله مع صحفي اسمه عصام. راح ان شاء الله نحكي لكم الرابط تاع القناه تاعها في اول كومنتير في الفيديو، وراح نحاول نثبته هكا باش اي حد يبغي يشوف المقابله تاعي راح يشوفها عنده. ما غاديش نكذب عليكم لانه راني شويه ستريسي. انا من داري نرفد الكاميرا تاعي ولا البورطابل ونهضر وحدي، يعني ما نعرف باللي حتى واحد ما راه يشوف فيا، ولكن كاين ناس غادي تشوفني ابري بيان سور، بصح قدامي هكا ولا مقابله ولا جامي درتها. راني شويه ستريسي، زعما لا فيغيتي ما نكذب عليكم، راني شويه ستريسي. راح نوجد روحي، ما راش باقي لي بزاف المقابله، راح نوجد روحي، راح يكونوا اسئله تاع لي فانز تاعي بيان سور. الوغ نتمنى تفوت المقابله بخير ان شاء الله. وغادي نلبس حاجه تقليديه، ما نكذبش عليكم، انا دي زوكازيون كيما هكا نبغي نلبس حاجه تقليديه، يعني التراث الوطني تاعنا. نبغي نموت على الحاجه التقليديه. وروماركيت باسكو كنت نتبع ديجا من قبل، روماركيت باللي ولا وحده فاتت معاه ولبس التقليدي، ونبغي توجور ندير اللمسه تاعي، يعني لي غوتوش اللمسه تاعي. نبغيها توجور تكون سبيسيال. ما بغيتش نلبس حاجه زعما كيما حنا نقولوا قش نورمال كيما داري سروال ولا اون روب ولا لا، بالعكس. مع رانا عاد في عيد، بالرغم راه كاين كونفينمون كاع في البلاد ايتو، الوغ الناس ما غافرتش لو برومي جوغ، الوغ مازال الناس راهي تلقى الناس دروك وراهم يتغافروا كاع. الوغ قلت فوالا نلبس حاجه تقليديه، ان شاء الله ما نتلبكش من الاسئله، لان راني متلبكه ما نكتبش عليكم، ما نعرف كاع كي غادي تجوز المقابله. الوغ قلت للزوج تاعي باش يحضر معايا في المقابله، قال لي لا ما نحضرش، قال لي لانه هو غادي يهضر معاه في الكواليس ولكن ما غاديش يحضر معاه في المقابله، غادي نكون غير انا. ما بغاش راجلي، قال لي لا القناه تاعك وبالتوفيق وفوالا. الزوج تاعي راه يدعم فيا بيان سور، ربي يخليه لي ان شاء الله. وهذه هي، انا راح نبدا الماكي دروك، ديجا راني روطار، وراح نلبس لا توني تاعي ونقارع الموعد الحاسب، راني خايفه. المهم هذه هي البنات، قلت لكم انا نبارطاجي معكم ميم مي سنتيمون، بارطاجيهم معكم. فوالا، الوغ ما حطيتش الفيديو تاع البارح اللي غادي نحطه ديجا اليوم، وهذا غادي نحطه بالك لو سوار، ما حطيتهش لانه عيد، كان لازمني ناخذ قسط من الراحه، بغيت نريح شويه مع بناتي ومع الزوج تاعي. على ديك ما درتش فيديو، قلت معليش نريح شويه، وحتى الغدوه على بالي بلي الناس غيتقارع في لي فيديو تاوعي، لاني عندي بزاف الناس فيدال للقناه. غير نحط الفيديو، هما الاولى يديروا لي التعاليق، هما الاولى اللي يشجعوني، ونشكرهم من هذا المنبر، نقول لكم ربي يخليكم ليا. والخطره الجايه ان شاء الله راح نذكر اسماواتكم، اللي يخلي لي اول تعليق مع الاولى هذوك راح نذكر اسماواتكم ونشكركم بزاف. المهم راح نبدا الماكي ونوريكم شي البست، ومن بعد ان شاء الله نقول لكم كيفاش جازت المقابله. ما نكذبش عليكم، درت قهوتي ومازال ما شربتهاش، تلمو لاني ستريسي. المهم انا خليكم كشغل كثرت، المهم انا خليكم وراح نبدا الماكي ونوريكم شنو غادي نلبس ان شاء الله. بون لبست بلوزه هذه غوز، وباقي لي على المقابلة باقي لي 25 دقيقة، مازال ما تقهويتش، راني شوية ستريسي. المهم انا قلت لكم نبغي لمستي خاصة، بغيت نلبس حاجة تراديسيونيل،
ما مدتش لي زاكسسوار ما جا حل العرس، خليت لاشين تاعي هذه نديرها تاع كل يوم، ما بغيتش ندير لي بوكل دوري لاخاطر راني ديجا داير هذه شارجي، يعني مانيش رايحه العرس على ديك، مانيش باغيه ندير حاجه شارجي. المهم قلت لكم باللي كنت متبعاتها ديجا من قبل، ولا ضيفه من الضيفات تاعها ما كانوش ما لبسوش اون توني تراديسيونيل، alors قلت بوكو با ندير لمستي الخاصه ونخرج بأون توني تراديسيونيل اللي هي البلوزه الوهرانيه. الوغ فوالا كي دوك نوري لكم كيفاش جاتني، ونتمنى تعطوني رايكم في التعليقات. بون انا غادي نروح نتقهوى، انا كنت تشوفوا هاد الحيه انا ظهري ما عارفه. المهم راني اسورتي غوز مع الغوز مع الغوز. المهم ان شاء الله تعطوني رايكم في لي كومونتير لتحت، وتقولوا لي كيفاش جاتني. بون صحيح هادي هي. بون عيط لي وقال لي اي واش تفي روحه باش نبداو التسجيل، وقلت له انا صحه لو طوني نشرب قهوه مروسي ثاني مازال ما تقاويت كاتبني لي ستريس. المهم قال حتى نسجل من بعد نتقهوى ترونكيل. فوالا راني مساء نحوس بلاصه وين نجمع ما لقيتش. هاي يقول لي حدا راس نخرج برا. كي قربت المقابله بناتي ناضوا للزوج ولا وحده يحسوا. بون صاي كمل الحوار بيني وبين عصام وراه معايا يعني هادو الكواليس. المهم ان شاء الله غادي اوديكم كوكو. المهم ان شاء الله غادي تلقاو لو ليان تاع القناه تاعها في اول تعليق ان شاء الله، تدخلوا وتشوفوا الفيديو اللي ما درتهش على القناه تاعي اللي هو فيديو تعريفي. الو مساء، وانا بغيت مساء وانا باغي ندير لكم ضربت سوبر. المهم راني من ساعه وانا باغيه ندير لكم لا فان تاع الفيديو تاع اللي درته تاع الساعه اللي نقول بزاف تاع. المهم بغيت نقول لكم باللي سي تي بيان باسي الانترفيو فات او توب، الوغ فات هبال ما عندي ما غادي نقول. انسان ما شاء الله كان حاضر الزوج تاعي في الانترفيو، ولكن كيما قلت لكم انا راجلي ما يبغيش يبان في القناه. المهم بوكو با ان جور ان شاء الله، هو قال لي كنت وصلي ان نومبر دابوني بالك نبان بالك ماشي سور. المهم ان شاء الله علاش لا نوصل ان شاء الله ويدخل معايا الزوج تاعي في القناه. هذا شرف كبير ليا ما نكذبش عليكم، متمنيه ان شاء الله راجلي يدخل. والمهم الفايده تاعنا هي فات الانترفيو فات شباب والناس قاعدين تبغيني طرحوا اسئله تاعهم خلوها عند عصام، وعصام طرح لي هذه الاسئله وراني جاوبتكم على الاسئله. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش تخلوا لي التعليق الجميله اللي مطالي تخلوها لي في القناه تاعي. نتمنى تخلوها لي في القناه عند عصام ان شاء الله، راني ندخل نقراهم تعليق بتعليق. وانا نقول لكم بالفضل تاع ربي وبالفضل تاعكم اللي وصلت لهذا الشيء، وربي يحفظكم ليا ويخليكم ليا. ونشكر الوالدين تاعي، نشكر مي بو بارون اكيد الزوج تاعي في المرتبه الاولى، وهذه هي البنات حيطه سطحت ما كنتش كنت كونسونطري. انا المهم شنو نقول لكم، انا قهوتي شربت شويه تاع قهوه، مي انا نبغي ناكل ان تروك صباح وجينا دبينا راهي لاصقه فيها روحي. انا نبغي ناكل حاجه هكا حلوه الصباح، ما كي شغل كان قضبني لو ستريس ما قدرت لا ناكل لا والو حبيبتي انا نحكي لكم. المهم زعما ماشي كيما توقعت، زعما كنت خايفه، كنت يدي ولاو يعرقوا شغل. اول مره نهضر كيما هكا، ماشي نهضر كيما هكا، مي اول مره نهضر مع انسان في الـ في الـ في القناه، زعما ماشي مداري هكا ندير راكم متبعين لا متبعيني من بكري، ماشي مداري ندير فيديو زعما كما حنا نقولوا مشترك او حوار هكا مع صحفي ولا، جامي درتها اول مره.
وان شاء الله نكون توجور شارف ليكم ونبغيكم بزاف. وما مانيش باين نطول، ديجا طولت راهي راني هضره 2 دقائق و42 ثانيه. انا دوك ما بقالي نقول لكم غير تهلوا في رواحكم والى فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.